أما هلأ رح ننتقل من عالم الفن لعالم الطب والصحة، وبزاويتنا الطبية لليوم رح نحكي عن حالة بيعاني منها الكثير من الناس، وهي آلام الأسنان الشديدة عند تناول الطعام الساخن أو البارد، سواء كان ذلك انزعاجا طفيفا أو حساسية تؤثر على حياتنا. كيف ممكن نوضع حد لهالمعاناة ومسبباتها؟ أسئلة كثير رح يجاوبنا عنها ضيفنا المختص دكتور الأسنان عماد الأيوبي. يسعد صباحك دكتور. صباح النور. يهلا فيك. الله يخليك يا رب. صباحك دكتور. حساسية الأسنان معظم الناس بيعانوا منها، خلينا نفسرها بالطريقة الطبية والعلمية الصحيحة والتعريف العلمي لها، شو هي حساسية الأسنان؟ تمام. هلا اولا انه معظم الناس، مو معظم الناس يعني هلا الدراسات بتقول انه نسبة 20% من الاشخاص اللي عمرهم بين ال 20 وال 40 سنة بيعانوا من الحساسية. بس قلتي معظم الناس، في كثير ناس بيصير في عندهم ألم بالأسنان بتختلف عن الحساسية. يعني ممكن يكون في عندنا مثلا نكر، إذا عنده شخص نكر على اليمين مثلا ونكر على اليسار، لما يشرب شيء بارد أو يشرب شيء سخن بيلمعوا كل أسنانه، بقى بيفكر إنه في عنده حساسية. هي لا، مشكلته بتكون أبسط من هيك بكثير، مجرد ما عالج النكر ممكن إنه يمشي الحال وبتروح اللمعة. بينما الحساسية هي شيء ثاني غير النكر. علميا السن التاج هو مغطى بطبقة المينا، هي اللي بتحمي السن من بتحمي العاج والسن من تأثير الحرارة والبرودة والمأكولات الحامضة أو القلوية. لما تتراجع اللسة بينكشف عنها الجزر، الجزر يا أما بيكون مغطى طبقة من الملاط رقيقة أو ما بيكون مغطى. هذا هو السبب اللي بيصير بيؤدي للمعة. لما تتراجع اللسة بينكشف عنها الجزر وبالتالي بتصير في عنها حساسية. طيب دكتور، شو هي بعض الأمراض ممكن ينصاب فيها السن؟ مثل ما هلأ ذكرت لنا أنه ممكن اللسة تتراجع، كمان ممكن يكون في نخر، يعني لحتى الواحد يميز بين الحساسية العادية والحساسية اللي هي في مشكلة بالأساس لازم يروح يعالجها عند دكتور. هلأ أول شيء زيارة دورية لطبيب الأسنان، يفترض كل 6 أشهر أو كل سنة يعمل زيارة دورية، يشوف إذا في عنده نخور بدايتها ممكن إنه يلحقها، يفحص له الإطباق، يفحص له المشاكل مشان يلحق كل مشكلة بدايتها. هذا هو الشيء الأساسي اللي بنحسن نميز فيه بين النخر وبين الحساسية. متى ما انتفى أسباب النخر وجوده ساعتها معناتها في عنا حساسية اللي ممكن تكون على السن، والمشكلة لما تكون على كل الأسنان. نعم. هون بتصير في طرق تانية للمعالجة والمشكلة تنتقل هي دكتور؟ بتنتقل؟ هلا ولا بتكون بسن معين؟ هلا الحساسية يعني اللي موجودة عند المريض بشكل أساسي غالبا بتكون موجودة على أغلب الأسنان. شو يعني؟ مثلا في ناس بنية السن عندهم بتكون طبقة الميلات اللي حكينا عنها رقيقة، وبالتالي ما بتكون بسن واحد، بتكون بأغلب الأسنان. في ناس لا، بتكون عندهم طبقة منيحة بس نتيجة ممارساتهم الخاطئة، سواء بالتفريش الزايد، فرشاية قاسية. يعني في ناس بيفكروا كل ما فرشوا أكثر وكل ما كانت الفرشاية قاسية هالشي مفيد للأسنان. هو لا، السن هو صحيح أنه قاسي وموجود بالجسم، بس هو عضو مثل باقي العضو حي، بالتالي لازم نتعامل معه بنعومة بالطريقة المناسبة، ما نجرمه مثل ما يقولوا يعني شوي شوي ندير بالنا عليه. بقى بهيك حالات بتكون محصورة تقريبا بسن أو سنين بالأنياب، المناطق اللي معرضة للضغوط الشديدة. نعم. دكتور خلينا ننتقل لطرق العلاج الأسنان الحساسة. يمكن وقت ندخل على مولنا نجيب معجون أسنان منشوف أنه هذا المعجون هو للحساسية الأسنان، هذا المعجون لكذا، هل هي العلاج بيختصر على معجين الأسنان ولا لا بده معالجة ودواء لحاله؟ لا طبعا ما بيختصر. هلا هو اول شيء لازم نزيل السبب. يعني هو مرض لازم نزيل سببه. احيانا بيكون السبب مثل ما حكينا هو تراجع اللثه، بدنا نشوف ليش اللثه متراجعه. ممكن يكون في عنا اطباق بنسميه اطباق رضي، يعني يا اما عنده سوء اطباق بده معالجه بالتقويم لحتى نخلص من هالمشكله. ممكن يكون في عاده صرير وخصوصي بهالوقت، يعني الضغوط النفسيه الكبيره، في كز على الاسنان، هذا الكز بيخلي العظم يتراجع واللسه بتتراجع وبالتالي بتصير بتكزي. دكتور في بعض الماكولات او المشروبات اللي لازم الشخص اللي دائما بيعاني من حساسيه باسنانه انه يبتعد عنها، غير الشيء السخن كثير والشيء الوارد كثير؟ هلا في ناس سواء عندهم حساسيه او لا، في عادات خاطئه لازم نتجنبها. يعني في اشخاص مثلا متعودين انه مثلا الليمونه اللي بيهرشوها هرش، يعني الاسنان هالشيء ما بيصير. التطبيق الحموض المباشر على الاسنان هالشيء بياكل من طبقه المينا وبيضعفها. سواء الحامض كثير، يفترض نبعد عنه البارد كثير او الساخن كثير.
تمحك. في ناس متعودين وبيحبوا انه يقرطوا الثلج، يعني هالشيء كمان في في هي المشاحل القصص الكبير الاوفر، يعني الحمض طبعا كل بدنا ناكل حموض، بس انه تكون بالماء مو مباشره تطبق، تكون ممدده، هالشيء بيسبب انه يصير في عندنا حساسيه. الاشخاص اللي موجوده بالاصل عندهم هي المشكله، مثل ما قلنا بدهم يحاولوا يبعدوا عن حتى الشغلات العاديه، مثلا المي البارده كثير او السخنه كثير، بدهم يحاولوا دائما انه يتاقلموا مع الوضع او انه يعالجوا علاج. في علاجات جذريه لهالقصه هلا بنحكي عنها بالنسبه خلينا نحكي عنها. هلا اول مرحله بالنسبه لعلاج الحساسيه، مثل ما قلنا بعد ما نزيل السبب ممكن نطبق فلور. الفلور سواء عن طبيب الاسنان بدايه تطبق مثلا جلسه او جلستين، فواصل 3 أسابيع أو كل شهر مرة مرتين أو 3 مرات يطبق فلور. هالشي ممكن أنه يساهم بتسكير هالفراغات، القنيات العاجية اللي بنسميها، وبالتالي بيخفف عنا من الحساسية. إضافة أثناء هالمعالجة بدها تكون تستعمل الفلور اللي المعجون الأسنان اللي حاوي على الفلور، بس بدنا نتأكد أنه يكون حاوي على الفلور، مو بس أنه يعني مو بس بالاسم أنه مكتوب عليه فلور. تمام. شغلة ما مشي الحال بعد تجربة 3 أشهر أو 6 أشهر، في حالات بتكون الفراغات كبيرة وما بيترسب الفلور بشكل كافي، ممكن نستخدم في مواد عن طبيب الأسنان، مواد خصوصي لحتى تسكر هالفراغات اللي موجودة عندنا. في حال ما مشي الحال ممكن نلجأ لحل بنسميه شد اللثة، أو نرجع اللثة اللي تراجعت، منغطي جذور الأسنان اللي كانت مكشوفة، عملية جراحية بسيطة، اللثة اللي تراجعت بنرجع بنغطي، بس بنرجع بنأكد بعد ما نزيل السبب. يعني إذا بكز على أسنانه يفترض نلغي هالقصة، سواء بجهاز الجهاز الواقي الليلي تمام. أيوة. بعدين ممكن نعمل هالشي. بيصفى عنا الحل الأخير، هو إنه في حال ما مشي الحال والمريض عم يعاني من آلام شديدة، ممكن نلجأ إذا الأسنان كانت محدودة إنه نسحب عصبة نستأصل له ونحط حشوات لحتى يفلص من هالمشكلة المزاجة. يمكن دايما بعض الأشخاص بيلجأوا لسحب العصب، يعني هي بيقولوا حل خلص أكيد نحن رح نستفيد عليه، لأنه ما بنعود يعني بهالشيء، يعني ممكن يصير عنا ألم بالأسنان. قديش هالشيء ضار؟ هلا في مرضى للأسف هي يعني كثير منتشرة إنه خلص ريحني واسحب لي عصب تماما. يعني هو العصب موجود بالسن له فائدة، الله سبحانه وتعالى ما خلقه هيك زيادة. العصب هو بيعطي حيوية للسن، بيعطي مرونة للسن، مقاومته للكسر بتكون أعلى، حتى إذا صار في نكر بالمستقبل ممكن ما إذا كان في عصب بتحسي فيه بتروحي لعند الدكتور بيعالج لك إياه، بينما إذا ما كان في عصب بينتخر السن وبينكسر وما بتحسي فيه. بقى لا، هو آخر إجلاء، يعني هو نسيج يفترض نحافظ عليه قدر الإمكان اللب. مشان هيك آخر شيء إحنا بنلجأ، يعني إذا ما عاد في مجال نهائياً وكل الحلول اللي ذكرتها ما مشي حالة، ساعتها ممكن نلجأ لاستئصال اللب كخيار نهائي. إنه اللب الحي هو اللي إحنا عنا بطب الأسنان بنسميه اللب الحي ومستأصل اللب أو اللب الميت. يعني بين سن حي وسن ميت في فرق كبير. يعني سحب العصب هو ما نحل. شلون؟ سحب العصب ما نحل حل الأخير. نعم. طب دكتور، يعني إذا عالجت المشكلة وبعد أشهر خلاص أوكي صار الوضع تمام وما عاد في حساسية، ممكن بعد فترة ترجع طمام. تجي يعني ما في حل نهائي. بالنسبة لتطبيق الفلور مثلا كحل يفترض يتطبق كل 6 أشهر أو كل سنة. تمام. دوري مو تمام. ما هي دوري. مرحلة العلاج 6 أشهر. دوري. كل 6 أشهر لازم. تمام. هي بالنسبة إذا طبقنا الفلور. بالنسبة للسة إذا رجعنا سوينا الحل الجراحي مثل ما حكيت وغطيناها، إذا كنا لاقين الأسباب اللي أدت لهالشي ممكن يكون حل نهائي. ممكن يكون حل نهائي. في الحل أحيانا مثل ما حكيت ممكن يكون التقويم. يعني نتيجة الأسنان ما لها. كان بدي أقول لك عن التقويم. بقى السن بيكون مطبق على سن تاني بوضعية غلط، بيصير في عنا تراجع باللسة، حساسية بسن معين، متى ما ارتصفوا الأسنان وصار الإطباق طبيعي خلاص بتروح الحساسية. بس يمكن الحالة يعني أنا بحس إنه أو بسمع من العالم إنه دائما حاطط تقويم بس يشيله وخلص يصير أسنانه مناح، هون بتزيد الحساسية دائما نتيجة التقويم أو بمراحل متقدمة من العمر كمان. هلا هو غالبا اللي بتصير عند مرضى التقويم بعد ما يفكوا أجهزة التقويم هي النخور، نتيجة قلة العناية الفموية أثناء التقويم، وخصوصي أثناء التقويم بدنا عناية زيادة، بتصير عنا نكون نادرا ما تصير حساسية. ممكن يصير في عنا حساسية بعد التبييض، طبعا هي حساسية مؤقتة،
أو ممكن تصير وهلأ منتشرة للأسف نتيجة الخلطات الغريبة والعجيبة اللي عم يستعملوها العالم لحتى يفيضوا أسنانهم. يعني كل يوم بنلاقي على الفيس الليمون بوست كمان. مثلاً حط ملح الليمون، حط خل، حط كذا، هالشيء ممكن يبيض الأسنان فترة أسبوع أسبوعين مو أكتر، بس بيأذي الأسنان، بيسبب تآكل المينا وبيسبب تآكل الميلات اللي حكينا. بقى لا، هالقصص من بعد عنا نهائيا. خلينا نبيض، إذا حابين نبيض أسناننا بيلمعوا علينا، إذا كان الأسلوب علمي ممكن إنه تصير لمعة، هاي الشيء طبيعي وحساسية طبيعية فترة أسبوع أسبوعين مو أكتر من هيك، بينما المواد الثانية ممكن تستمر مدى الحياة. تماماً. قلت لنا دكتور يمكن بعض الخلطات اللي هي ما إلها مصدر يعني صحيح ومصدر مؤكد ممكن تأثر على صحة أسناننا وعلى الحساسية. بعض الأشخاص هلا كتير عم يلجأوا للأمور التجميلية لأسنانهم، هل هذا الشيء كمان ممكن يأثر على حساسية الأسنان؟ طبعاً. هلا مثلا ونذكر على سبيل المثال مثلا الفينير اللي كتير منتشر هلا، المادة اللي بنستخدمها بالساق الفينير هي مادة ريزينية. ممكن إذا كان في عنا تحضير كتير للأسنان أو بالمعنى الدارج كتير انبردوا الأسنان بنصير كتير قراب من اللب من العصب، وهالشي بيساوي عنا حساسية. بكتير حالات عم يضطر إنه يستأصلوا اللب ويسحبوا عصب كل الأسنان، ومثل ما حكينا وبنفوت بالمشكلة اللي حكينا إنه السن تحول من سن هي لسن مية، الهدف كان هو التجميل، بعدين بنفوت بمشكلة إنه المريض كل ما ياكل شيء بارد، كل ما ياكل شيء سخن، حتى على العض انه بيصير في عنا وجع، بيكون الحل هون حتما هو سحب العصب. نعم. يعني نحن اكيد بنهايه لقائنا بنتمنى من كل حدا دائما مراجعه عياده طبيب الاسنان، ودائما اي شيء بده يعمله من تبييض ومن حساسيه ومن اي شيء بحسه دائما يلجا لطبيب الاسنان. شكرا كثير دكتور عماد الايوبي على كل النصائح. شكرا لوجودك. شكرا كثير لك دكتور.